الافلام التلفزيونيه كنشوفوا افلام محافظه ومسلسلات. في بعض المرات كيعيشونا في الوهم، الفيلات، الطوموبيلات، يعني هذا الشيء راه ما كنشوفوش في الواقع، يعني المعاش كمواطن مغربي. واش هاد الافلام كيكتبوا علينا وكيغطيو الشمس بالغربال، ولا كيتهربوا من الواقع المعاش؟ كاينين بعض المرات كنكونوا غاديين في الشارع حتى كتسمع شي هضره ماشي هي هذيك. ولا شي شاب كيكريسي شي واحد قدام عينيك، او لا بنت غاديه في الشارع ما لابساش مزيان وكيتحرشوا بها شي وحدين. وكل شيء هذا الشيء غادي نشوفوه في واحد الفيلم واللي العنوان ديالو الزيرو. زيرو هو واحد الفيلم من اخراج نور الدين الخماري، وتنتج سنه 2012. تعرض هذا الفيلم في بزاف ديال لي فيستيفال اللي هما انترناسيونال، وحصد جوائز مهمه. وهذا الفيلم من بطوله يونس بوا وزين بسماره. الاحداث ديال الفيلم كتدور على واحد البوليسي اللي سميتو ولا كيلقبوه بالزيرو. الزيرو كيستغل الوظيفه ديالو باش ينصبوا على الناس هو وصاحبته واللي سميتها في الفيلم ميمي. وكانت ميمي كتمشي لعند هذوك الموظفين المكبوتشي وكتقصر معاهم. وهنا كيجي صاحبها واللي هو الزيرو البوليسي، وكينصبوا على هذوك الموظفين المكبوتين اللي كتجلس معاهم. الفيلم كيبين لنا البشاعه ديال المجتمع والبشاعة ديال انك تكون موظف، بحيث ان هذا الصالير اللي كتعطي لك الدولة كموظف ما كيقضي لك والو، وكتضطر باش تمشي تجيب الفلوس في شي حوايج اخرين، يعني في شي حاجة اخرى بلا وظيفة. وهذا الشيء اللي وقع للزيرو. الشخصية ديال الزيرو مخدومة بواحد احترافية هائلة، وكتبين لنا هذه الشخصية ديال الزيرو اللي لعبها الممثل يونس بواب، وكتبين لنا العبثيه اللي كنعيشوها كل نهار في وسط المجتمع. نرجعوا للفيلم. هذا الكوميسير الزروالي وهو الباترون ديال الزيرو، واللي قالها له هي اللي كتكون. والباترون الزروالي حافظ التصرفات ديال الزيرو وعارف اش كيدير. الفيلم كيبين لنا الكبت اللي كاين في المجتمع، واي واحد كتمشي له الكاميرا ولا بدا كيعبر على الكبت ديالو في الفيلم. يعني اي واحد اون فوا تمشي له اللقطه فراه كيعبر على الكبت اللي كاين في الداخل ديالو. الزيرو واحد النهار تم غادي للبيرو ديالو، لقى واحد التصويره ديال واحد البنت تجلات وسميتها ناديه. الزيرو بقات فيه الام ديال هاد البنت اللي تجلات، وقرر يساعدها ويقلب على ناديه. ومن بعد المعاناة اللي عاشهم مع الكوميسير ديالو الزروالي، حيتاش كان حاقر عليه وكيستغلو في الأعمال ديالو الخبيثة، حيتاش منظم واحد العصابة قدها قد السخط كيستغلو فيها البنات. وهذا الشيء اللي خلى واحد الحقد يتطور عند الزيرو، واللي خلاه يحقد على الكوميسير الزروالي. والزيرو عارف بلي نادية كاينة عند الكوميسير الزروالي وكيستغلوها في الدعارة. الزيرو كافح وتحدى الصعوبات وتحدى كل شيء العصابة، واعتق بزاف ديال البنات اللي كاينين في هذيك العصابة واللي كيستغلوهم، ومن بينهم نادية. نور الدين الخماري المخرج ديال هذا العمل السينمائي الهائل صور لنا الواقع المعاش كما هو، وما دارش فيه شي حاجة مصنعة. السوداوية ديال الشارع هزها كما هي وحطها، ما زاد ما نقص. الفيلم كلشي كيهضر على السوداوية ديال الرأسمالية، وانك تكون موظف وتكون خدام عند الدولة، وفي الاخر ما تفرهاش في حياتك يعني. والناس في هذا المجتمع
شي كياكل الاخر، وفي واحد القانون اللي هو بحال قانون الغابه. لا باس. 37 عام ديال الخدمه، دابا شي ايامات تقاعد. ميرسي، ما خليت ما درت. درت كل شيء، لا بريكاد دي مينور، لا دروغ، البلباله، شفت كل شيء. بالفلوس، الرشوه، المخلويضين، السياسيين اللي بيعين الماتش، شفت كل شيء. 37 عام ديال السيرفيس. عمر درهم واحد الحرام ما طاح في جيبي. بوليس الظريف والمثالي هو اللي كيدير داك الشيء اللي كيطلبوا منه، ويسد القشو على اي حاجه شافها باش تشد التقاعد ويعطوك جلوقه بحال هادي. وفي هذه اللقطه كيبين لنا المخرج الزيرو مع واحد الزميل ديالو في الخدمه واللي قريب يشد التقاعد. هذا المشهد لخص لنا كل شيء على الوظيفه، وبلي الدوله كتستغل الحياه ديالك كامله وفي الاخر كتشد التقاعد. هنا كتنوض من القلبه وكتلقى راسك كبرتي وما درتي والو في حياتك. وخير مثال هو بات الزيرو واللي شد التقاعد في العسكر، هو دابا جالس ومريض وما استفد والو من العسكر. والزيرو عايش من وسط هادشي كامل، نفس الروتين كيتعاود ديما، والنفسيه واكله الدق، وعارف بلي حتى هو الا استمر على هاد الحاله فراه غادي يوقع عليه كيما وقع لباه والاخرين. الوالد ديال الزيرو في واحد اللحظه غادي ياكل الكيف اللي داز الزيرو من السبيطار. غادي يبين لنا المخرج بلي احد اهم الوظائف في المجتمع واللي ضروريه في البلاد حتى هي ما كيخدموش صحابها بالمعقول، وكل شيء فازت من الموظف الكبير للمواطن الصغير. وهنا غادي تبان لنا واحد الطبيبه واللي غادي تعالج الوالد ديال الزيرو، وغادي تزيد الفيلم واحد المذاق زوين من وسط هاد السوداويه كامله. وكتبين لنا بلي من وسط هاد الفساد كامل كاينين ناس طيبين في القلب ديالهم، يعني واخا كيشبهوا الاخرين في التصرفات والكركاز ديالهم. هاد الشخصيه هادي ديال الطبيبه كتبين لنا واحد العكس، واللي هو انها كتبغي وكتحب الوظيفه ديالها والعمل ديالها مقارنه بالاخرين واللي كيتشكاو الوظيفه ديالهم وما كيبغيوهاش. النهايه ديال الفيلم الزيرو ملي فك المشكل وعتق البنات اللي كيتستغلوا في الدعاره وقتل الباترون ديالو وهذوك اللي اسسوا العصابه، ولكن في الاخر تقتل حتى هو من طرف واحد خونا اللي كيرسم التطواج للبنات اللي كانوا كيتستغلوا في الدعاره. وهذا الشيء حيتاش دمر ليه الزيرو لاتولين ديالو. المهم هذه هي الحلقه ديال اليوم، ما تنساوش الاراء ديالكم راه كتهمنا. خليو لينا واحد لايك، سبسكرايب، وطلعوا.